يا صباح الجمال عليكم متابعين كلمتين مع شيماء، اهلا ومرحبا بيكم واهلا بكل متابعيني الجداد. الفيديو النهارده ان شاء الله يفيدكم كتير جدا جدا باذن الله، تسمعوه بس للاخر وهتستفادوا حاجات كتير قوي. وان شاء الله اللي يعجبه الفيديو يحط لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت ينورني باشتراكه عشان يسمع كل فيديوهاتنا الجديده. النهاردة هنتكلم عن الأولاد، إزاي ننمي مهارتهم وإزاي نخلي تعليمهم أفضل، وإزاي نخليهم مش مجرد رايحين المدرسة وجايين من المدرسة ورايحين الدرس وجايين من الدرس، تمام؟ لأن كل ده مش بينمي ذكاء الطفل ولا بيطور. أنت عايزة ابنك شخصية عنده تطور، عنده فكر، عنده ذكاء، مش مجرد عيل كده عمال يحفظ 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 والحفظ بعد كده يجي في الأجازة يتنسي وملوش أي لازمة، تمام؟ عشان بصراحة التعليم بتاعنا أصلا حاجة صعبة جدا. التعليم بتاعنا بيعتمد كله على الحفظ الحفظ، فترة الدراسة وفترة الأجازة انسى، فما يعني ما بيرسخش في دماغ الطفل بعد كده ان هو يستفيد منه. طيب بسرعة كده هندخل في الموضوع. أول حاجة أنا عايزاكي دايما تعلمي ابنك أنت إيدك اتنين، هتحط فيهم سلاحين، سلاح في الإيد دي وسلاح في الإيد دي. اللي في الإيدك دي هيبقى التعليم، في الإيد الأولانية هتحط سلاح التعليم. المتعلم الناس كلها بتحترمه، الإنسان اللي مش متعلم الناس بتسخر منه، الناس بتتريق عليه، الناس بتقل منه. مش معنى كده يا جماعة أن الناس الإنسان اللي مش متعلم وحش، لأ أنا بعيبش في حد، بس قصدي أفهم ابني كده. الإنسان المتعلم الناس ممكن تتريق عليه أو تسخر منه أو يبقى مش فاهم حاجات كتير، فأنا عايزاك تبقى متعلم عشان الدنيا كلها تحترمك وعشان الناس كلها تحترمك. عايز حتى لو أنت مش متعلم تقولي له عايزاك تبقى أحسن مني، تمام؟ فأول حاجة عشان الناس تحترمك وتعاملك كويس وتعاملك على إنك شخص ذكي وبتفهم وكل دوت، إن أنت تبقى متعلم ومش تعليم عادي، تبقى متعلم تعليم كويس جدا. طيب إيدك التانية هتحط فيها سلاح الأخلاق، هما الاتنين دول لازم يواجه بيهم الدنيا. عندك لازم تبقى أخلاقك كويسة محترمة، تساعد الناس، تحاول تعمل حاجات خير، أخلاقك تبقى كويسة، ما تشتمش، ما تغلطش، ما تقولش ألفاظ مش كويسة. وطبعا هو مش هيعمل كده إلا إذا شافك أنت وباباك أصلا بتعملوا كده، يعني لو شافك. عشان كده أرجوك وبناشد كل أب وأم، ما تشتموش ما تشتموش ما تشتموش، ما تتكلموش بأسلوب فيه عربجة، فيه قلة أدب، فيه، لأن الطفل بيلقط كل حاجة. هيطلع لمين؟ ما هيطلع لمامته وباباه. عايز تشتم اطلع اشتم بره على القهوه مع اصحابك، عايزه تشتمي وتطولي لسانك اطلعي طولي بره مع اصحابك في قعده، لكن قدام اولادكم تتكلموا بادب جدا، بذوق جدا، باسلوب كويس، ممنوع الشتيمه والاهانه عشان الاولاد ما تلقطش. كل الاولاد كمان صعب جدا ان انت تنسيها الشتيمه، ادام الشتيمه دخلت في دماغه تلاقيه على طول بيكررها باستمرار، فاهميني ازاي؟ فمعاك سلاحين، التعليم، الاخلاق. طب هيقول لك الفلوس، وانا بتفرج على اليوتيوب واشوف الناس معاها فلوس وبتسكن في فيلا وعربيات، قولي له بقى الفلوس والرزق ده بتاع ربنا، ممكن يعني تفحت في الدنيا ومالكش رزق ومالكش نصيب او رزقك قليل، ده بتاع ربنا. ممكن تعمل حاجه بسيطه جدا ورزقك يبقى كتير قوي قوي، ده بتاع ربنا. فخلي الرزق والفلوس على الله، تمام؟ طيب ازاي اطور من العلم والاخلاق بتوع ولادي؟ اول حاجه ارجوكي ما تكتفيش بالمدرسه وبس. لو جالك فلوس ما تهتميش اشتري شقه اشتري فيلا مش عارفه ايه، لا اهتمي الاول بتعليم الولاد. ممكن تجيبي شقه وفيلا وعربيه ويجوا ولادك تعليمهم فاشل او كده يضيعوا لك كل اللي انت عملتيه، فاهتمي اهم حاجه بتعليم اولادك. لو ابنك في مدرسه حاسه انها مش قد كده، معايا مستواهم مش كويس، عيال مش محترم، عيال كذا، اول حاجه تفكري فيها لو جالي فلوس هنقل ابني في مدرسه كويسه ومحترمه، صدقيني دي اول حاجه. تاني حاجه، الولد قاعد طول الصيف يعمل ايه؟ قاعد على التليفون يا بيلعب مع اصحابه في الشارع يا بيتفرج على التلفزيون. لا انا هاخد منك ساعه واحده بس في اليوم من وقتك، هديك كورس فيهم، كورس انجليزي، كورس فرنش، كورس الماني. اللغه دي كويسه جدا جدا وهتطور من ابنك. لو هو لسه مبتدئ لسه في سنه اولى ابتدائي ولا كده، طبعا هتبداي من اول ليفل في الكورس، لا ده هو معدي، انت دلوقتي هتلحقيه وهو في مرحله الاعدادي مثلا، ما يجراش، هتروحي للي هو اللي بيدي الكورس هتقولي له شوفوا واصل لحد ليفل ايه، وادي له من الليفل ده، هيبتدي يمتحن امتحان بسيط يشوفه مثلا هو واصل في اللغه الانجليزيه لحد فين، بيحل لحد فين كويس، وبعد كده هيدي له الليفل من المرحله دي. هتلاقي فرق مع ابنك جدا. الكورس بيبقى بس يومين في الاسبوع لمده ساعه او ساعه ونص. طيب انا عايزه اخد منك ساعة كل يوم، طيب في 4 أيام لسه فاضلين في الأسبوع هعمل فيهم إيه؟
هتديله يومين حفظ قرآن كريم، ما احنا عايزين قلنا التعليم والأخلاق لازم يحفظ قرآن. يا جماعة انتوا رامينوا القرآن خالص، هجيب له شيخ في البيت، في مسجد جنبنا بيدي كتاب، في دلوقتي أونلاين على النت ممكن يدخل ويحفظ قرآن ويتابع. انتي نفسك كل يوم بالليل بتعملي ايه؟ اقري قصة من قصص الأنبياء، اقري معلومات عن الدين، اعرفي حاجات عن الحديث، حديث قدسي، حديث شريف، وابتدي طبقيها لولادك كل يوم، علشان انت نفسك لما تنقل لهم المعلومة هم هيبقوا مبسوطين زي حكاية، بتعلميهم زي حكاية، بص حصل كذا وكذا، لا انت عملت كده غلط، ده الرسول عليه السلام قال كذا وكذا وكذا. انتوا فاهميني ازاي؟ اكتب لهم ورق كده قبل ما يدخل الحمام يقول ايه، بعد ما يطلع وعلقيه الزقيه جنب الحمام وجنب باب الشقة، الزقي ورق لما يخرج يقول ايه ولما يرجع يقول ايه، احاديث الصباح، احاديث اذكار الصباح والمساء، شوفي اكتبيها كده في ورق جنب السرير بتاعه، وتقولها قبل الصبح وتقولها قبل المغرب وهكذا. فهماني ازاي؟ عشان يتعود ويتعلم حاجات كويسة، مش كل حاجة بس يلقطها من اليوتيوب ومن التلفزيون وانت ما يبقاش ليكي اي دور في حياته. انا بقولك انت مش هتفكري، انت مجرد ورق وهتكتبيه وبس، من حين لاخر قريت اذكار المساء، قلت دعاء الخروج، قلت دعاء الدخول من البيت وهكذا. طيب اخد الكورس بتاعه. كمان يا ولاد عايزاكي تودي ابنك لو هو مثلا حاسه انه عنيف شويه، عدواني شويه، عنده توحد شويه، في كمان اماكن كتير جدا لتنميه مهارات الطفل، يروح يتعامل مع اطفال تانية. لما الطفل بيبقى بدل قاعد لوحده في البيت، او اخواته اصلا، الاخوات اصلا دلوقتي ما بيلعبوش مع بعض، كل واحد ماسك التليفون وبس. عفوا، فودي مكان في تنمية مهارات، يبتدوا بيجيبوا زي ألعاب، حاجات يركبها، حاجات يلونها، رسم، مش عارفة إيه، الحاجات دي بتبقى جميلة جدا جدا، وبتخلي الطفل كمان في منافسة مع الأطفال التانيين، بس في منافسة حلوة، إن إزاي رسمتي هتطلع أحلى، إزاي أنا اللي هعرف أركب المكعبات بالشكل دوت عن أصحابي، إزاي كذا. الأماكن دي بقت كتير جدا جدا مفتوحة في كل مكان، ودي ابنك خليه يتطور يتعلم. تاني حاجة، اشتركي له في نادي يلعب رياضة صيف شتاء ابني، وما تضغطيش عليه، لو سمحتي انت هتلعب كذا يعني كذا، لا انت بتحب كرة قدم، طيب هقدم له، طب تنس، طب سباحة، طب سكواش، طب كذا، الحاجة اللي هو بيحبها روحي اشتركي له فيها. في نوادي غالية وفي نوادي رخيصة مش بفلوس كتير، شوفي على قد امكانياتك واشتركي له، علشان الرياضة دي كمان حاجة لطيفة جدا، وبتخلي عنده ثقة بنفسه قوي قوي قوي. على فكرة ازاي بقى؟ طول ما هو بيلعب الرياضة وبيحقق مثلا فيها فوز معين او حاجة معينة، او بيتنقل من مرحلة لمرحلة، الحاجة دي بتخلي عنده ثقة بنفسه جامدة جدا. كمان الكورسات لما بيحس انه يتكلم انجليزي كويس، مش بيتكلم الانجليزي بقى الهكس بتاعنا ده، فبيتحس كمان عنده ثقة بنفسه، مش خايف يتكلم، ممكن يمارسه مع اي حد، مش خايف ان هو يكون بينطق غلط او ان حد يتريق عليه. الحاجات دي كلها بجد والله العظيم امشي في التلاتة مع بعض، تنمية أربعة، تنمية مهارات، رياضة، كورسات لغة، وكورسات كمان يا جماعة الكمبيوتر والوورد. أديكوا شفتوا الوزير لما ادانا البحث نكتبه على الوورد، كلنا وقعنا، كله ما بقاش عارف يكتب على الوورد، وكله بقى عايز يكتب البحث يدوي عشان مش بيعرف يكتب على الكمبيوتر. طب ليه؟ أما تودي ابن الكورس يتعلم ازاي الكمبيوتر، ويتعلم يكتب على الوورد، على الإكسل، على الكلام ده كله، ويعمل جداول ويعمل كذا، ما هو ده بعد كده لو جاله بحث أو أي حاجة هيمشي فيه كويس جدا. يا جماعة بليز ما تقعدوش وتقعدوا ولادكوا جنبكوا، رحت الدرس، جيت من الدرس كتبت الواجب، الموضوع مش دروس وواجبات وبس، الموضوع تعليم، تعليم نظيف. ادي اودي ابني كورسات، اوديه كورسات كمبيوتر، اوديه لغات عشان لغته تبقى كويسه، اعلمه تنميه مهارات، اوديه هوايات معينه، رسم وموسيقى، اعرف ابني بيحب ايه، بيحب يعمل ايه علشان يمارسه، اوديه رياضه، احفظه قران. كل القران على فكرة الحفظ بتاعه بينشط الذاكرة جدا، لو ابنك ذاكرته ضعيفة، الحاجات دي كلها لما تتجمع مع بعض، لو عملتي كل حاجة يومين في الأسبوع يومين في الأسبوع يومين في الأسبوع، هتلاقي نفسك ابنك 6 أيام لمدة ساعة واحدة بس في اليوم بيروح مكان مفيد جدا، بيتعلم حاجة كويسة جدا جدا جدا، وانت هتستفادي انك بتبني طفلك بشكل كويس، بتربيه وبتعلميه بشكل كويس. بالتوفيق لولادنا كلنا، ياريت نهتم بيهم بشكل أحسن بكتير، يا ريت مش كل حاجة ذاكرت امتحنت جبت درجة وحشة، عشان كل ده مش بيفيد في الآخر، صدقوني جاب درجة وحشة جاب درجة حلوة، هو هينسى كل اللي هو تعلمه من أول ما الأجازة تيجي. يا ريت مش طول الوقت قاعدين على التليفون وبس، ومش بنعمل أي حاجة مفيدة. بتمنى كلمتين مع شيماء يكونوا عجبوكم النهاردة.